فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الليبراليون اليوم يدعون إلى محبة الغير مهما كان عنده ولو كان من اليهود والنصارى. نسأل الله العافية، هذا كفر والعياذ بالله. اللي يدعو إلى محبة الكفار هذا كفر أكبر. نعم، لأنه محادة لله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم.